بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، إخوة الإسلام، فهذا المجلس 15 لمدارستنا لكتاب تهذيب السيرة النبوية الذي أوجز فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى في صدر كتابه تهذيب الأسماء واللغات جملة موجزة مما يتعلق بسيرة وشمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، على نحو أتى فيه بالمهمات واقتصر فيه على الجمل الموجزات في الأبواب والفصول التي مضت في 14 مجلساً، هذا ختامها بعون الله تعالى وتوفيقه. وعسى أن يكون هذا المجلس المبارك المنعقد في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، عساه أن يكون سبباً نستكثر فيه من صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نغتنم بركة هذه الليلة الشريفة ونزداد فيها من الأجر الوفير والنعمة والرحمة وصلوات ربنا عز وجل علينا بصلاتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه قد صح في الحديث: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فصلى الله وسلم وبارك عليه أفضل صلاة وأتم سلام. وقد وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في ختام آخر فصول هذا الكتاب في الحديث عن الخصائص التي جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتقدم أنها أنواع أربعة، منها أحكام واجبات خاصة به عليه الصلاة والسلام، ومنها محرمات، ومنها تخفيفات ومباحات. وقد وقف بنا الحديث عند بعض هذا النوع الثالث من التخفيفات والمباحات المتعلق بالنكاح، ليبقى رابع الأنواع الذي سنأتي عليه وهو ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والإكرام. فعطروا مجلسكم بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: النوع الثاني متعلق بالنكاح، فمنه إباحة 9 نسوة، والصحيح جواز الزيادة له صلى الله عليه وسلم، ومنه انعقاد نكاحه بلفظ الهبة على الأصح، والأصح انحصار طلاقه في 3، وقيل لا ينحصر، وإذا عقد نكاحه بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره. تقدمت هذه الجملة ليلة الجمعة الماضية، ونأتي بها لوصل الحديث السابق باللاحق. فنحن نتحدث فيما أورده المصنف رحمه الله في الأحكام المباحة التي جاءت تخفيفاً لرسول الله عليه الصلاة والسلام، خصوصية به في هذا النوع من المباحات والتخفيفات. ومنه انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود، وفي حال الإحرام على الصحيح في الجميع. ومنه انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود، فيما يذكر من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. قال: وانعقاد إحرامه وانعقاد نكاحه حال الإحرام على الصحيح في الجميع. قوله على الصحيح في الجميع إشارة إلى الخلاف، هل خص نبينا صلى الله عليه وسلم بجواز إحرامه بجواز نكاحه محرما؟ لأن الحكم في شأن الأمة تحريم النكاح حال الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فإذا ثبت نكاحه عليه الصلاة والسلام محرما كان هذا من خصوصياته. وقد جاء الخلاف في نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، فمنها من الروايات ما دل على أنه نكحها وهو محرم صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، ومنها من الروايات ما دل على أنه نكحها غير محرم كان حلالا، كما في حديث ميمونة وأبي رافع رضي الله عن الجميع. والراجح عند الجمهور حديث ميمونة وحديث أبي رافع
لأنهما ألصق بالحادثة وأدرى بها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكح ميمونة محرما، فإذا لم يثبت هذا لم تكن هناك حاجة إلى إيراد المسألة في خصوصياته عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا رغب في نكاح امرأة خلية لزمها الإجابة على الصحيح. امرأة خلية يعني خالية من زوج غير متزوجة. نعم. وإذا رغب في نكاح امرأة خلية لزمها الإجابة على الصحيح ويحرم على غيره خطبتها. هذا على افتراض أنه وقع. إذا رغب في نكاح امرأة لزمها الإجابة، يعني لا خيار لها إلا أن تجيب، قال ويحرم على غيره خطبتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بها إذا أرادها في النكاح. وفي وجوب القسم بين أزواجه وإمائه وجهان، قال الإصطخري لا يجب فيكون من الخصائص، وقال آخرون يجب فليس منها. هل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم القسم بين زوجاته في المبيت كما هو الواجب على الرجال في سائر الأمة وجوب القسم بين الزوجات لمن له أكثر من زوجة، وأن هذا من واجبات العدل التي أمر الله عز وجل بها من تزوج أكثر من امرأة؟ هذا في حكم الأمة، قال اختلفوا في وجوب القسم عليه بين أزواجه وإمائه فيه وجهان، قال الإصطخري لا يجب فيكون هذا من الخصائص، وقال آخرون يجب عليه القسم عدلا بين زوجاته صلى الله عليه وسلم، وعندئذ فليس له خصوصية في هذا. والثابت في سيرته عليه الصلاة والسلام القسم عدلا بين زوجاته، بل إنه حتى لما مرض عليه الصلاة والسلام مرض موته الذي قبض الله تعالى فيه روحه ولحق بالرفيق الأعلى، كان يجتهد بالرغم من المرض على أن يكون موفيا بالعدل بين زوجاته، فكان يسأل كل ليلة عند من أكون أنا الليلة، فعرفوا أنه يبحث عن ليلة عائشة رضي الله عنها ليكون عندها، فأذن له عليه الصلاة والسلام أن يمرض في بيتها فانتقل إليها، فكان في حجرتها حتى توفاه الله صلوات ربي وسلامه عليه. وبنى الأصحاب أكثر هذه المسائل ونظائرها على أصل عندهم، وهو أن نكاحه عليه الصلاة والسلام هل هو كالنكاح في حقنا أم كالتسري؟ التسري هو وطء الأمة بملك اليمين، والفرق بين وطء الزوجة ووطء الأمة أن وطء الزوجة يكون بعقد نكاح فيه حقوق وواجبات ومهر وعدل واستيفاء لما قال الله تعالى عنه وللرجال عليهن درجة، وقال وعاشروهن بالمعروف، فهذا عقد النكاح بحقوقه وواجباته. أما الوطء بملك اليمين فهو من التسري، تسري الجواري، فليس فيه عقد، بل يكون الوطء أحد حقوق السيد التي ينتفع فيها من ملك اليمين الذي تحت يده، ولا يدخل الإماء في أحكام الزوجات لا من حيث العدد فيجوز التسري ولو بألف جارية، ولا من حيث أحكام النكاح والطلاق ولا القسم ولا العدل بين الزوجات في الوطء والمبيت. فقال كل ما تقدم من مسائل أو أكثرها بناها الفقهاء على أصل، هل أحكام نكاح رسول الله عليه الصلاة والسلام الخاصة به هل هو كالنكاح في حقنا أم كالتسري؟ فإن قلت كالنكاح انطبقت أحكام الشريعة كلها، فلا يثبت شيء من الخصوصيات إلا بدليل مثل جواز نكاحه أكثر من 40 صلى الله عليه وسلم. وإن قلت كالتسري فثبت أن كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم من أحكام الزوجية مع زوجاته إنما هو فضل منه لا واجب أوجبه الله عليه، لأنه يكون حكم النكاح في حقه كأحكام التسري في حقنا. وقد سبق لنا الفرق وتبين لك الفرق بين أحكام النكاح والتسري في الوطء بملك اليمين. والصحيح والراجح أن أحكامه عليه الصلاة والسلام في باب النكاح جارية على أحكام النكاح إلا ما خصه الله تعالى به. وأعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها، فقيل أعتقها وشرط أن ينكحها فلزمه الوفاء بخلاف غيره، وقيل
جعل نفس العتق صداقا، وصح ذلك بخلاف غيره، وقيل أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر، لا في الحال ولا فيما بعد، وهذا أصح. وذكر الأصحاب في هذا النوع أشياء كثيرة جدا حذفتها. صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين، وقعت في الأسر لما غزى النبي صلى الله عليه وسلم قومها من اليهود، فلما وقعت في الأسر اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. إذن الحكم الشرعي في شأنها أن تكون جارية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاها لحكمة تبينت فيما بعد. المرأة شريفة في قومها، وآباؤها وأجدادها من اليهود سادات وأحبار ولهم مكانتهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخصها بتقدير وإكرام فاصطفاها، فأصبحت عنده جارية، فأعتقها كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: وجعل عتقها صداقها. فاختلف الفقهاء في تفسير هذا فقها، قال: فمنهم من قال أعتقها وشرط أن ينكحها فلزمه الوفاء، يعني أعتقها، فإذا أعتقها وصارت حرة أصبح النكاح موقوفا على إذنها ورضاها وحضور ولي ونحو ذلك. قال: أعتقها وشرط نكاحها فلزمه الوفاء، فلذلك أصبحت زوجة له صلى الله عليه وسلم وأما من أمهات المؤمنين. ومن الفقهاء من قال: جعل نفس العتق صداقا، فهل تزوجها؟ نعم تزوجها. ما مهرها؟ لم يكن نهرها مالا نقدا، بل كان مهرها منفعة، ويصح عند الفقهاء أن يكون المهر مالا أو منفعة، والمنفعة هنا في عقد صفية رضي الله عنها هو عتقها. قال: فمنهم من قال أعتقها وجعل نفس العتق صداقا، وصح له ذلك بخلاف غيره. ومنهم من قال، وهذا الذي رجحه النووي والقول الثالث، أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر في الحال ولا فيما بعد. إذن أعتقها هبة وإكراما، ثم تزوجها، فلما تزوجها لم يفرض لها مهرا لا في الحال ولا فيما بعد، يعني بعد الدخول. قال المصنف: وهذا أصح. ثم قال رحمه الله: وذكر الأصحاب في هذا النوع أشياء كثيرة جدا حذفتها، يعني يستطردون في ذكر بعض تفاصيل ودقائق أحكام النكاح فيما يورد من الخصوصيات بشأنه عليه الصلاة والسلام، حذفها الإمام النووي رحمه الله اختصارا، وفيما رغبه بالاقتصار على المهمات من أحكام السيرة والخصائص النبوية. نعم. الضرب الرابع ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والإكرام، فمنه أن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبدا. هذا آخر أنواع الخصائص، لأنه تقدم أن الخصائص النبوية أربعة أنواع. النوع الأول واجبات، يعني أحكام واجبات خصه الله تعالى بها. النوع الثاني محرمات خصه الله تعالى بها. النوع الثالث مباحات وتخفيفات، والتي انتهينا منها قبل قليل. هذا ختام الأنواع، وهو الفضائل والمناقب والكرامات، ليست المعجزات، بل ما خصه الله تعالى به من أحكام أرادها رب العزة والجلال أن تكون فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرامة له ومنقبة له. أما إنه قد تقرر أن نبي الأمة عليه الصلاة والسلام عظيم المكانة رفيع القدر عند ربه عز وجل، عظم الله مكانه وأحبه واصطفاه عليه الصلاة والسلام، وخص له من الأحكام ما قرر تلك الفضائل وذلك الإكرام في وجوه متعددة يحصرها الفقهاء رحمهم الله في مثل هذا السياق. قال: منها أن أزواجه اللاتي توفي عنهن، يعني أمهات المؤمنين، محرمات على غيره أبدا. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهذا حكم خاص، هل يوجد في الأمة رجل إذا مات عن زوجة يحرم على غيره أن يتزوجها من بعده؟ لا يوجد هذا، فهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. ولو تأملت لوجدت أن هذه الخصوصية ليست من قسم الحرام ولا من قسم الواجب ولا من المباحات والتخفيفات، إنما
تجد أن مبنى هذا الحكم الشرعي كرامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ألا يخلف أزواجه من بعده رجل سواه صلى الله عليه وسلم، ولما خص الله به أمهات المؤمنين. وفي من فارقها في الحياة أوجه أصحها تحريمها، وهو نص الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة لقول الله تعالى وأزواجه أمهاتهم، والثاني تحل، والثالث تحرم التي دخل بها فقط. فإذا قلنا بالتحريم ففي أمة يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجهان. هذه مسألة اتفقنا على أن أزواجه اللاتي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم محرمات على غيره أبدا، فها هنا مسألة، ما حكم الزوجة التي فارقها في الحياة التي طلقها؟ ويوجد من هذا حوادث معدودة كالتي دخل بها فقالت أعوذ بالله منك فقال الحقي بأهلك فقد استعذت بمعاد، ومنها من رأى في كشحها بياضا فتركها وطلقها عليه الصلاة والسلام ليلة دخوله بها، فهؤلاء زوجات لكنه إما لم يدخل بهن أو فارقهن قبل الدخول، فهؤلاء ما حكمهن؟ يعني هل يجري عليهن حكم أمهات المؤمنين؟ قال فيه ثلاثة أقوال. الذي نص عليه الشافعي رحمه الله أنهن محرمات كالزوجات اللاتي توفي عنهن سواء بسواء، قال لعموم قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهات المؤمنين. والقول الثاني أنهن لا يحرمن ويحل نكاحهن لعدم ثبوت حكم الزوجية لهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقول الثالث أنه لا تحرم إلا التي دخل بها فقط. قال فإذا قلنا بالتحريم ففي حكم الأمة التي يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول أيضا خلاف على ما تقدم. ومنه أن أزواجه أمهات المؤمنين سواء من توفيت تحته ومن توفي عنها. أزواجه أمهات المؤمنين بنص قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، إذن كل من أمهات المؤمنين بدءا من خديجة رضي الله عنها وانتهاءا بآخر زوجاته، كل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أم لي ولك ولكل المؤمنين، وأزواجه أمهاتهم. فما معنى أن تكون عائشة وخديجة وحفصة وأم سلمة وغيرهن رضي الله عنهن، ما معنى أن تكون أم لي ولك؟ هل معنى هذا أنه تجري أحكام الأمومة كلها؟ ما أحكام الأمومة؟ ثلاثة أشياء، أولها تحريم النكاح، ثانيها المحرمية يعني أن تكون محرما لها تجوز الخلوة والدخول والسفر معها، ومنها التوارث، فالأم ترث من ابنها والابن يرث من أمه. فهذا هو المعنى أزواجه أمهاتهم، أن أمهات المؤمنين هن أمهات لنا في كل الأحكام؟ الجواب لا، بل المقصود أنهن أمهات في جانب الاحترام والإكرام والتقدير وتحريم النكاح خاصة، لكن باقي الأحكام لا تسري. لو كانت الأحكام كلها سارية في أنها أم كأمك التي ولدتك لكان يحرم نكاح بنت إحداهن، فكيف تزوج علي رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تزوج عثمان رضي الله عنه ثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ستكون أختا له لأنها ابنة أمه، فلا تجري هذه الأحكام. نعم. ومنه أن أزواجه أمهات المؤمنين سواء من توفيت تحته ومن توفي عنها، وذلك في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن وتحريم عقوقهن، لا في النظر والخلوة وتحريم بناتهن وأخواتهن. إذن هذا المقصود بكونهن أمهات مؤمنين، تحريم النكاح ووجوب الاحترام والطاعة وتحريم العقوق. قال لا في النظر، لا تقول هي أم من أمهات المؤمنين فيجوز النظر إليها، ما كان يفعل هذا الصحابة رضي الله عنهم، ولا فهموا أن قوله أزواجه أمهاتهم أنه يجوز أن يذهبوا وينظرن إليهن، لأن الله قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب،
فهذا هو المعنى. ولذلك يقول الفقهاء الأمومة ثلاثة أنواع وأحكامها مختلفة. أولها أمومة الولادة، أمك التي ولدتك، ويثبت فيها جميع أحكام الأمومة. ثانيها أمومة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت بها إلا تحريم النكاح، ويدخل فيه الاحترام والطاعة والبر. الثالث ما هو؟ أمومة ولادة وأمومة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ما الثالث؟ أمومة الرضاع. وأمومة الرضاع مرتبة وسط بين أمومة الولادة وأمومة أمهات المؤمنين. ليش وسط؟ يثبت بها تحريم النكاح، ويثبت بها تحريم وجواز النظر والخلوة المحرمية، ولا يثبت بها التوارث، فجاءت وسطا بين النوعين. وتحريم بناتهن وأخواتهن، فلا يقال بناتهن أخوات المؤمنين، ولا آباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمنين، ولا يقال إخوتهن وأخواتهن أخوال وخالات المؤمنين. يعني لا تجد الأحكام بهذا الشكل من التناسب، وذكر أن أي واحد من إخوة زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون خالا، أو أن بناتهن يكن أخوات. وإن وجدت شيئا من ذلك فهو على سبيل المجاز، كما يقال مثلا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خال المؤمنين، لأنه أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت من يقول هذه العبارة فهي تجوز، لا أنها على الحقيقة في حكم الخؤولة، فيقال هذا تشريفا وذكرا لشرف قرابته من زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أصحابنا يطلق اسم الإخوة على بناتهن واسم الخؤولة على إخوتهن وأخواتهن، وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله في مختصر المزني. وهل كن أمهات المؤمنين والمؤمنات؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما لا، بل هن أمهات المؤمنين دون المؤمنات، وهو المنقول عن عائشة رضي الله عنها بناء على المذهب المختار لأهل الأصول أن النساء لا يدخلن في ضمير الرجال. المقصود بهذا ما أشار إليه بعض أهل العلم فيما روي عن عائشة وأشار إليه المصنف هنا، أن امرأة قالت لها يا أمه، فقالت لها لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم، لأن الله قال وأزواجه أمهاتهم، فذكره بضمير الجمع المذكر أمهاتهم، فلا يدخل الإناث. وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل ضمير الذكور يدخل فيه الإناث؟ والمسألة عندهم فيها خلاف لما ينبني عليه من تقرير أحكام الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة، لكن هذا على الصحيح شامل، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين والمؤمنات على حد سواء. ولذلك يقال أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين خديجة، أم المؤمنين حفصة، أم المؤمنين زينب، أم المؤمنين ميمونة، وأم سلمة وجويرية وصفية رضي الله عنهن جميعا. فهذا من باب التغليب، أن يذكر ضمير الجمع المذكر فيندرج فيه الرجال والنساء على حد سواء. وقال البغوي من أصحابنا ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين والمؤمنات. إذا كان أزواجه أمهات المؤمنين فهل يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أبا المؤمنين؟ هل يصح أن تقول إنه صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ يصح؟ الله يقول وأزواجه أمهاتهم، طيب وهو هل يصح أن يقول إنه أبونا؟ يصح أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين؟ اقرأ. وقال البغوي من أصحابنا ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين والمؤمنات. ونقل الواحدي عن بعض أصحابنا أنه لا يقال ذلك، لقول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ما سبب الآية؟ قصة التبني، زيد بن محمد، زيد بن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، فكان عنده فيقال له زيد بن محمد، فجاءت آية الأحزاب لتفنيد
قضية التبني التي كانت عند الجاهلية، أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. واستمرت آيات الأحزاب في ذكر إحكام النبوة وبيت النبوة إلى أن جاء قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. الآية مقصودها لم يكن أبا لأحد منهم بالنسب، لكن من حيث المكانة والاحترام والتقدير، فإنه سيأتيكم الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمثل الوالد أعلمكم. فأما المقام والاحترام فهو في مقام الأبوة، بل أعظم وأجل من ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: ونص الشافعي رحمه الله على جوازه، أي أبوهم في الحرمة. قال: ومعنى الآية ليس أحد من رجالكم ولد صلبه. وفي الحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد. قيل في الشفقة، وقيل في ألا يستحيوا من سؤالي عما يحتاجون إليه من أمور العورات وغيرها، وقيل في ذلك كله وغيره، وقد أوضحت ذلك كله في كتاب الاستطابة من شرح المهذب. ومنه تفضيل نسائه صلى الله عليه وسلم على سائر النساء، وجعل ثوابهن وعقابهن ضعفين، وتحريم سؤالهن إلا من وراء حجاب، ويجوز في غيرهن مشافهة. وأفضل أزواجه خديجة وعائشة، قال أبو سعد المتولي: واختلف أصحابنا أيتهما أفضل. من جملة الأحكام التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم تفضيل نسائه. أمهاتنا أمهات المؤمنين، فضلن على نساء الأمة، وكفاهن شرفا وفضلا أن الله اختارهن زوجات لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال: ومنها كذلك جعل ثوابهن وعقابهن ضعفين. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. ففضل الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم. قال: وتحريم سؤالهن إلا من وراء حجاب، ويجوز في غيرهن مشافهة. قال الله عز وجل: ولا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هل هذا الحكم خاص بأمهات المؤمنين؟ أهل العلم على قولين، فمن قال هو خاص بهن جعل المسألة من الخصوصيات، والذي عليه كثير من أهل العلم أن المسألة لا خصوصية فيها، وأن الحكم الوارد في الآية في سياق منقبة أم المؤمنين يشمل نساء الأمة في وجوب الحشمة والصون في التعامل المباشر مع الرجال إلا بهذه الحدود الشرعية. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا تعميم الحكم؟ لأن الذي علل به الحكم يشمل غيرهن من باب أولى. قال الله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الخطاب للصحابة، يقول الله لهم: إذا جئتم تسألون واحدة منهن فلا تسألوهن مباشرة، بل لابد أن يكون من وراء حجاب. لماذا؟ قال: أطهر لقلوبكم أيها الصحابة وقلوبهن أمهات المؤمنين. فإذا كانت هذه هي الحكمة والعلة التي من أجلها شرع الحكم، ووجودها في غيرهم وغيرهن آكد، كان الحكم من باب أولى. لا يوجد في الأمة بعد الصحابة قلوب أطهر من قلوبهم، ولا في نساء الأمة قلوب أطهر من قلوب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الحكم للطاهرين والطاهرات، كان في سائر الأمة غيرهم من باب أولى. نعم. قال أيضا: وأفضل أزواجه خديجة وعائشة رضي الله عنهما. وأوجز الخلاف، قال المتولي: واختلف أصحابنا أيتهما أفضل، لوجود الأدلة التي تدل على فضيلة كل واحدة منهن رضي الله عنهما وعن سائر أمهات المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر فضلهن في كثير من الأحاديث، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم:
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهل هذا صريح في تفضيلها على أمنا خديجة رضي الله عنها، وقد سبق أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منهن خديجة بنت خويلد، وباقي الأحاديث التي فيها مناقب لهذه وتلك فأوجز الخلاف، ونحن لا حاجة إلى ترجيح واحدة منهن في الأفضلية، فجميعهن فاضلات ذات خير ومكانة وكفاهن شرفا أن الله عز وجل اختصهن للزوجية برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه في غير النكاح، ومنه يعني من الخصائص في باب المناقب والفضائل والكرامة في غير أحكام النكاح، أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخير الخلائق أجمعين، وأمته أفضل الأمم، وأصحابه خير القرون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمت به النبوة صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، فكان ختام النبوة مسكا برسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو خير الخلائق أجمعين، جعلت الخيرية في الاصطفاء له عليه الصلاة والسلام والتفضيل الذي حباه الله تعالى به، ومن فضيلته وخيريته فضلت أمته، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهكذا أصبحت أمته شريفة حظية بشرفه وكرامته عند ربه عز وجل، وأصحابه خير القرون لقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال فلا أدري أذكر بعده قرنين أو ثلاثة. فهذه الفضائل في ذكر الفضيلة له ولأمته صلى الله عليه وسلم هي من جملة ما خص به عليه الصلاة والسلام. وأمته معصومة من الاجتماع على ضلالة، وشريعته مؤبدة وناسخة لجميع الشرائع. عصمة الأمة مجموعة من الضلال، هذه خصوصية، من تقدم من الأمم يكون على خير وهدى وأثارة من علم واتباع على منهاج النبوة ما شاء الله لهم أن يكونوا، فإذا بعد العهد بأنبيائهم وعهود أنبيائهم فشت فيهم الضلالة، بل ربما غلبت عليهم الجهالة، ولذلك دخل التحريف والنقص والزيادة في الكتب التي أنزلها الله على بعض أنبيائه عليهم السلام. لكن هذه الأمة معصومة، عصمها الله ليس من الخطأ، بل الخطأ لا يمكن أن يعصم منه إلا من عصم الله، لكن الذي عصمت منه الأمة هو الاجتماع على الخطأ، فلن تجد أمة الإسلام في أي زمان عبر التاريخ تجمع على شيء فيكون عند الله باطلا أو يكون ضلالة. وقد ورد في ذلك جملة من الأحاديث، لكنها لا يخلو أحد منها من مقال، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع هذه الأمة على ضلال أبدا، وألفاظ مقاربة خرجها أصحاب السنن في كثير من دواوين الرواية، مجموعها ربما يقوي بعضها بعضا ويدل على أصل صحيح، حيثما وجدت في أمة الإسلام في تاريخها وإرثها الفقهي والعلمي وجدت حكما أجمعت عليه الأمة، فثق تماما أنه لا يكون ضلالا، وأن الله لا يريد لهذه الأمة أن تطبق على ضلالة وعصيان وخطأ. نعم يقع في الأمة ضلال ويقع فيها عصيان وخطأ وانحراف، لكنك ستجد لا محالة في الأمة من يثبت على الحق ومن يدل عليه ومن يرد الأمة إليه، وهذه ميزة وخيرية أرادها الله عز وجل لهذه الأمة، فلذلك كانت شريعتنا مؤبدة، يعني لا شريعة تأتي بعدها، ناسخة لجميع الشرائع التي كانت قبلها. ولما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من التوراة في يد بعض أصحابه قال والذي نفسي بيده لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأصبحت شريعة الإسلام ناسخة، والكتاب الله القرآن مهيمنا على سائر الكتب السماوية، وهذا أيضا مما جعل منقبة خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وكتابه معجز محفوظ عن التحريف والتبديل، وهو حجة على الناس بعد وفاته،
ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت. القرآن المعجز على مر الزمان، المحفوظ بحفظ الله من التبديل والزيادة والنقصان، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعاقبت في الأمة قرون، ونحن اليوم في قرنها 15، 14 قرنا تعاقبت على الأمة، تغير فيها كل شيء، الإنسان والزمان والمكان، توالت حضارات وتعاقبت دول، جاء أقوام وفني أقوام، قامت حضارات إثر حضارات، كل شيء تغير، وبقي كتاب الله الذي نزل قبل 1440 سنة لم ينقص منه حرف ولا كلمة ولا سورة ولا آية. هذا عجيب عجيب. لا تقل لعظيم الجهد الذي فعلته الأمة في حفظ القرآن، بل مر على الأمة عصور ضعف وانحطاط وترد وضياع، ضاع فيها كل شيء، لكن القرآن لم يضع. فالحافظ هو الله جل جلاله، حفظ كلامه سبحانه وتعالى، وهذا من أعجب وجوه معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المعجزات الحسية حصلت وانقضت، نبع الماء من بين أصابعه، تسليم الحجر، تكثير الطعام، انشقاق القمر، الإسراء والمعراج، كل تلك معجزات حصلت، رآها من رآها، فآمن بها من آمن وكفر من كفر. لكن أي معجزة تستطيع أن تقول إنها اليوم بعد 1400 سنة هي كما كانت في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولو وجدها صحابي يبعث اليوم بيننا حيا لما عرف شيئا من معجزاته عليه الصلاة والسلام سواها؟ لن تجد سوى القرآن. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وهو حجة على الناس بعد وفاته، ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت، وبقيت معجزة القرآن خالدة حية حاضرة، بل هي معجزة باقية بما أنزل الله تعالى بها من أن تكون حجة على الناس وتشريعا للأحكام وتحديا للإنس والجن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ونصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت له الغنائم، فأعطي الشفاعة والمقام المحمود، وأرسل إلى الناس كافة. هذه جاءت مجموعة في حديث قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكرها، منها ما قال هنا: نصر بالرعب مسيرة شهر. فإذا سار إلى لقاء العدو جعل الله له من خصائصه أن يقذف الرعب في قلوب أعدائه، وبينه وبينهم مسافة شهر في المسير، قوة يمده الله تعالى بها. نصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا. قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. في أي مكان تكون عبد الله فترابها طهور تتيمم به، وأرضها طاهرة تصلي عليها. قال: وأحلت له الغنائم. وكان الأنبياء قبل إذا غزوا فنصروا فأخذوا الغنائم جمعوها فحرقوها تقربا إلى الله تعالى بها، أما الانتفاع بها وحل أخذها فخصوصية لأمته عليه الصلاة والسلام. وأعطي الشفاعة والمقام المحمود وأرسل إلى الناس كافة، وذلك كله مما تضافرت فيه الأدلة. أما المقام المحمود قيل هو الشفاعة، الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها الأنبياء الكرام عليهم السلام يوم يجمع الله الخلق أولهم وآخرهم في يوم عظيم الكرب شديد الهول يطول بهم الفزع، فهم يبحثون عن مخرج فيجأرون ويبحثون، ثم يتجهون إلى الأنبياء يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم: آدم فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإذا أتي نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها، فيذهب فينطلق ويسجد تحت العرش حتى يقول له ربه: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. شفاعة عظمى لأنها ليست خاصة بأمته بل لكل الخلق، شفاعة عظمى لأنها في مقام عظيم شديد الهول، شفاعة عظمى لأن المطلوب فيها ليس دخول الجنة أو النار، المطلوب فيها إنهاء الموقف الفزع والهول وبدء الحساب، فتلك الشفاعة التي خص الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام.
وهو سيد ولد آدم، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يقرع باب الجنة. كل ذلك جاء فيه أحاديث في كل جملة من جملها. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. ويقول أيضا عنه عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنه أول من تنشق عنه الأرض، يعني في بعث الأموات من قبورهم يوم الحشر. فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم أول من يبعث في الحشر، وأول شافع، وأول مشفع. الشافع الذي يتقدم بالشفاعة بين يدي ربه، لأن الشافعين يوم القيامة كثير فضلا من الله. يشفع الأنبياء، تشفع الملائكة، يشفع الأولياء والصالحون، يشفع الآباء والأمهات لأولادهم، يشفع الأولاد الصالحون، يشفع الشهداء، وتشفع فئات يوم القيامة، بل يشفع الصاحب الصالح لصاحبه. كل تلك شفاعات متعددة، لكنها درجات، وأعلاها وأعظمها شفاعات الأنبياء والملائكة عليهم السلام. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم أول من يتقدم بالشفاعة. ليس هذا فقط، بل هو أول مشفع، يعني أول من تقبل شفاعته، فهو أول من يتقدم بالشفاعة وأول من ينالها عليه الصلاة والسلام. لأن كل الشفاعات التي ثبتت بالأدلة يوم الحساب إنما تكون بعد الشفاعة العظمى. فالشفاعة العظمى صاحبها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو أول شافع، ولأنه يستجاب ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فكان أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. وهو أول من يقرع باب الجنة، يأتي فيطرق فيقول خازنها من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتح الباب قائلا: لك أمرت أن أفتح ولا أفتح لأحد قبلك. فيدخل عليه الصلاة والسلام، وتدخل أمته قبل الخلائق. أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. يقول عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون في زمان الدنيا قدوما إلى الدنيا وعيشا فيها، لكننا الأولون يوم القيامة. نحن السابقون يوم القيامة، نأتي إلى أبواب الجنة وندخلها، وكل ذلك فضلا من الله جل وعلا وكرامة لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام. وهو أكثر الأنبياء تبعا، وأعطي جوامع الكلم، وصفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة. أكثر الأنبياء تبعا، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يأتي الأنبياء يوم القيامة، يقول عليه الصلاة والسلام: إنه رأى مسيرة أحد الأنبياء فإذا سواد عظيم سد الأفق، قال: فرجوت أن تكون أمتي، فقيل له: إنه موسى عليه السلام. لكنه ثبت أن أمته أعظم من ذلك، لما ذكر عليه الصلاة والسلام أن أمته يوم القيامة عظيمة في الجنة كثيرة العدد. وقد ورد تقريب هذا العدد بصور شتى، منها أننا صفوف كثيرة يوم القيامة، وأننا أكثر أهل الجنة وأولها دخولا. يطمئن المؤمن وترتاح نفسه إذا شعر بفخر بانتمائه إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكنه ليس الفخر والزهو الفارغ المحشو بالأمان الباطلة، بل هو فخر يحملك على أن تعتز بهذا الانتماء إلى أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تدري ماذا أقصد بهذا الاعتزاز؟ أن تبحث عن أمور تقبض عليها بيديك وتعض عليها بالنواجذ تمسكا بما يجعلك تشرف بالانتماء إلى أمته صلى الله عليه وسلم، تمسكا بسنته ورفعا لرايته وحرصا عليها ودعوة إليها، حتى يصدق عليك أنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فخر، هو تشريف وتكليف كما يقال، تشريف لك بأن جعلك الله في هذه الأمة، جعلك الله فيها، ولم يجعلك في أمة اليهود ولا النصارى، ولم يجعلك وثنيا ولا بوذيا ولا كافرا والعياذ بالله. أتاك الله هذا من غير سؤال منك ولا اختيار منك لنفسك، لكن الله أكرمك بهذا. فحق لربك عليك أن تقدر هذه النعمة،
فإنه والله ما أوتي عبد عطية ولا نعمة أعظم من الهداية. هداك الله للإسلام من غير أن تسأله، ولدت في الإسلام من غير أن تختار لنفسك ذلك. فمن وجد هذه النعمة عرف أنه أوتي أعظم عطية يكون العباد عنها يوم القيامة في أشد مواقف الحسرة إذا فقدوها. قال المصنف رحمه الله: وصفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة. وهذه كرامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت ثلاثا، وذكر بعض الخصال في بعض الأحاديث، قال: وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. فشبه صفوف المقاتلين في الجهاد وصفوف المصلين في الصلاة بصفوف الملائكة. وهذا أيضا كرامة، فإنه ما شبه المسلم أو أمة الإسلام بشيء فيه تشبيه بالملائكة إلا كان على وجه الخير والمدح والمنقبة والفضل، والحمد لله. وكان لا ينام قلبه ويرى من وراء ظهره كما يرى من قدامه، ولا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته، ولا أن يناديه من وراء الحجرات، ولا أن يناديه باسمه فيقول يا محمد، بل يقول يا نبي الله يا رسول الله. كان لا ينام قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت ذلك بنص الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي. وكذلك سائر الأنبياء كما في حديث في أحد روايات حديث الإسراء: ويرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه. وقد ثبت ذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: فإني، لما قال أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وقد أطال العلماء في معنى هذه الرؤية، هل هو وحي يقذفه الله في قلبه فيعلم شأنهم في الصفوف خلفه، أم هي رؤية عين حقيقية يراها بأمر قدره الله تعالى في قدرة بصره ليست كسائر البشر، وهو حمل على الصحيح من اللفظ في ظاهر الرواية. قال: ولا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته، ولا أن يناديه من وراء الحجرات، ولا أن يناديه باسمه. كل تلك آداب أدبنا الله تعالى بها أمة الإسلام: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكانوا يتأدبون رضي الله عنهم إذا تحدثوا بين يديه رضي الله عنهم جميعا. ونحن اليوم وقد جئنا في هذا الزمان ما زلنا نتأدب بهذا الأدب عندما نتذاكر حديثه، أو نسرده في مجلس، أو نسمعه في مقام وخطبة وأتي بذكر حديثه صلى الله عليه وسلم. فإن من الأدب ألا يثور اللغط في مجلس يذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا أن يرفع الصوت فوق صوته حتى في الزيارة لحجرته إذا أتى أحدكم مسجده صلى الله عليه وسلم، فإن من الأدب خفض الصوت هناك بحضرته. وقد غضب عمر رضي الله عنه لما أبصر رجلين في مسجده ترافعت أصواتهما، فرماهما بالحصباء وطلبهما، فلما أتي بهما قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: أما لو كنتما من أهل المدينة لأدبتكما. لفت نظرهم إلى أن هذا خلاف الأدب، كيف يكون أحد في مسجده عليه الصلاة والسلام وهو في قبره حي حياة برزخية فترتفع الأصوات، وذلك في عموم الأدب: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. بعضنا ينادي بعضا يا فلان فينادي ويرفع صوته، ما هكذا يتأدب أهل الإسلام مع نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. وذم الله تعالى الأعراب: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فكانوا على طبيعتهم يأتون باب الحجرة: يا محمد أخرج إلينا. فجاء الأدب: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فكان الصحابة كما يقول أنس رضي الله عنه بعد ذلك لا يقرعون باب حجراته صلى الله عليه وسلم إلا بالأظافير، تأدبا واقتصارا على أقل قدر يحصل به طرق الباب أدبا واحتراما وإجلالا. ولا أن يناديه باسمه فيقول يا محمد، بل يقول يا نبي الله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، احتراما وتأدبا معه في النداء وفي المخاطبة.
يخاطبه المصلي بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولو خاطب آدميا غيره بطلت صلاته. ألسنا في كل صلاة في التحيات نقول السلام عليك أيها النبي؟ الكاف كاف خطاب، ونلتزم الصيغة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر التحيات. ولو دخل عليك رجل وأنت تصلي فقال السلام عليكم، فقلت له وعليكم السلام، بطلت صلاتك. أو ابتدرت شخصا وجدته في مكان مصلاك فقلت السلام عليك ورفعت صوتك وأنت في صلاتك، بطلت، لأنك أقحمت فيها كلاما تخاطب فيه إنسانا خارج الصلاة. لكنك في الصلاة تقول السلام عليك أيها النبي، ليست على وجه صحة الصلاة فقط، بل من أحكام الصلاة الواجبة التي تقولها السلام عليه صلى الله عليه وسلم. ولو خاطب آدميا غيره بطلت صلاته، ويلزم المصلي إذا دعاه أن يجيبه وهو في الصلاة ولا تبطل صلاته، وكان بوله ودمه يتبرك بهما، وكان شعره طاهرا، وإن حكمنا بنجاسة شعر الأمة، واختلف أصحابنا في طهارة دمه وبوله وسائر الفضلات. قرر النووي رحمه الله مسألة الشعر على مقتضى مذهب الشافعي أن شعر الآدمي نجس، والذي عليه جمهور الفقهاء أن شعر الإنسان طاهر، يعني بعد قصه وحلقه، فعلى طهارة الشعر لا يكون الحكم بطهارة شعره صلى الله عليه وسلم، لا يكون له خصوصية. لكن على مقتضى مذهب الشافعي شعر الآدمي نجس إلا شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودليل الطهارة أمور، منها ما ثبت من توزيع شعره صلى الله عليه وسلم بعد حلقه على صحابته، فوزع بينهم شعره، نصف شعره، وأعطى أبا طلحة نصفا كاملا، فلو كان نجسا ما أعطاهم إياه صلى الله عليه وسلم. قال وكان بوله ودمه يتبرك بهما. في مسألة البول والدم خلاف كبير بين أهل العلم، هل كان الصحابة يستشفون أو يتعاملون بشيء من بوله ودمه عليه الصلاة والسلام؟ ذكر في ذلك عدة أحاديث لكنها ضعيفة كلها، ليس منها شيء صحيح يعول عليه في الرواية. منها ما جاء في حديث أم أيمنة قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل إلى فخارة فبال فيها، فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها، فلما أصبح أخبرته فضحك، إلى الحديث. ومنها أيضا حديث أبي طيبة الحجام أنه شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف أيضا. وهذه الأحاديث وغيرها على ضعفها لا يستقيم بناء الحكم عليها ما لم يثبت بها دليل. أما بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك في ثبوتها، وقد خصه الله تعالى بما لم يخص به أحدا من البشر، فطهارة شعره ثابتة، وكذلك عرقه، بل تقدم أن عرقه من أطيب الطيب، وكان بعض الصحابة يجمعه في سكة فيتطيب بها، فطيبه ربه عز وجل ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم. وكانت الهدية حلالا له بخلاف غيره من ولاة الأمر، فلا تحل لهم هدية رعاياهم على تفصيل مشهور. على تفصيل مشهور، هل يحل لمن تولى أمرا من أمور المسلمين أن يقبل هداياهم؟ يأتي الحكم عند الفقهاء خشية الجور والميل عن العدل والحيف واستمالة القلب بمن يعطي دون من لا يعطي. أما هو عليه الصلاة والسلام فكان يهدي ويهدى إليه ويقبل الهدية ويثيب عليها ويكافئ فضلا منه وكرما عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز الجنون على الأنبياء، ويجوز عليهم الإغماء لأنه مرض بخلاف الجنون، واختلفوا في جواز الاحتلام والأشهر امتناعه. الجنون ممتنع، لأن الجنون زوال العقل، وقد عصم الله الأنبياء منه، فإنهم يأتون بتشريع الأحكام وحيا من الله. قال ويجوز الإغماء، أما الإغماء فلا إشكال فيه لأنه مرض، وهم لم يعصموا من الأمراض والأعراض. ثم الإغماء إن حصل فمحدود وهو مؤقت، لا يؤثر على النبوة ولا على تشريع الأحكام.
قال: واختلفوا في جواز الاحتلام، وهو نزول المني في المنام من غير يقظة. قال: والأشهر امتناعه. وحتى هذا يفتقر إلى دليل، لأن ثبوته من يقول بامتناعه يقول: إن الاحتلام من تلاعب الشيطان بالإنسان في المنام، وهذا مما عصم منه الأنبياء أن يتلاعب بهم الشيطان، فلذلك لا يجوز عليهم الاحتلام، ورجحه المصنف رحمه الله. وفاته صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر وواظب عليهما بعد العصر. وفي اختصاصه بهذه الملازمة والمداومة وجهان لأصحابنا، أصحهما وأشهرهما الاختصاص. الصلاة بعد العصر منهي عنها، وقد ثبت في الحديث أنه فاته ركعتان بعد الظهر، يعني سنة الظهر، فقضاهما بعد العصر ثم واظب عليهما بعد العصر، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. فهل يجوز للإنسان أن يأتي فيصلي ركعتين بعد العصر تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أما من فاته سنة الظهر عرضا، نسيانا أو انشغالا، وهو من المواظبين عليها فتذكرها بعد العصر، جاز له أن يصليها بعد العصر ولو كان وقت نهي استثناء. لكن الذي خص به نبينا صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك، فإنه أثبت تلك الركعتين بعد العصر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وفي جواز التكني بأبي القاسم خلاف أوضحته في الروضة وفي كتاب الأفكار. كنيته عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، واسمه صلى الله عليه وسلم محمد. والحديث في الصحيحين: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. اختلف العلماء على أقوال في هذه المسألة، فيجوز التسمي باسم محمد في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام، فلماذا نهى عن التكني بكنيته مع ثبوت تكني كثير من السلف من أولاد الصحابة من تسمى محمدا وتكنى بأبي القاسم، كأبي القاسم محمد بن أبي بكر الصديق، وأبي القاسم محمد بن طلحة بن عبيد الله. فهذا محمول على أوجه، أصحها وأرجحها وأوسطها أن النهي عن الجمع بين الاسم والكنية إنما كان في حياته عليه الصلاة والسلام، وسبب ذلك أن بعض اليهود كان يتعمد الأذية، فإنه قد ورد في بعض الروايات كانوا ينادونه: يا أبا القاسم. فإذا التفت قالوا: لم نعنك، نقصد فلان هذا أبو القاسم، يظهرون ذلك إيذاء له عليه الصلاة والسلام، فجاء النهي. وقد زال هذا المعنى، فيعود المسأل الأمر إلى جوازه. فالعلماء على ثلاثة أقوال: الشافعي يقول: لا يجوز التكني بأبي القاسم. في جواز التكني بأبي القاسم والتسمي باسمه صلى الله عليه وسلم أقوال للعلماء، وقد تقدم أن الشافعي رحمه الله يقول: لا يجوز التكني بأبي القاسم مطلقا، سواء كان اسمه محمدا أو غيره. ويقابله قول الإمام مالك رحمه الله: يجوز التكني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو غيره. ولعل هذا هو الراجح بعد مماته صلى الله عليه وسلم، قد رجحه النووي أيضا. ومن العلماء من يقول: يجوز التكني بأبي القاسم إن لم يكن اسمه محمد، يعني لا يجوز الجمع بين الكنية والاسم. وقد اعتبر هذا بحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. أخرجه الترمذي وصححه البيهقي وابن حبان وغيرهم. وجه ذلك أن الجمع بين الاسم والكنية في حياته صلى الله عليه وسلم موهم، خصوصا إذا تقدم ما أشارت إليه الرواية في قصد اليهود للإيذاء كما سمعت قبل قليل. وقول الرابع لأهل العلم أن النهي إنما كان على سبيل الأدب والاحترام، أو أن بعضهم ذهب إلى أن التسمي باسم محمد أيضا ممتنع، وكل ذلك من الأقوال المرجوحة. قال المصنف: وفي جواز التكني بأبي القاسم خلاف أوضحته في الروضة في كتاب الأذكار. ما يزال في تتمة خاتمة الكتاب جملة من المسائل نرجئها لمجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، عسى أن يتسع المقام لإتمامها وختمها.
نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. وما زال في ليلتكم أيها الكرام بقية باقية تتسع فيها لمزيد من صلاتكم وسلامكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد استفتحتم ليلتكم بالاستكثار منه فأتموها كذلك، فإنما تستكثرون من خير ورحمة وهدى ونور في صحائفكم. صلوا على خير مبعوث إلى الأمم وسيد الناس من عرب ومن عجم، صلوا عليه صلاة تبلغون بها جنات عدن وما فيها من النعم. فيا رب صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، ويا رب صل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وارزقنا إلهي بالصلاة والسلام عليه منازل الأبرار ودرجات المقربين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.